من لبنان إلى العراق، حيث أعلنت الاستخبارية العراقية إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين في العاصمة بغداد وفي محافظات أخرى. وأوضح مسؤول عراقي أن القوات اعتقلت المسؤول عن التوجيه والتنفيذ للمجموعة المكلفة بالعملية الإرهابية، مضيفا أن الإرهابي المعتقل هو أحد أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي. عبر الهاتف ينضم إلينا محمد حمادة، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية بالأهرام. أستاذ محمد، صباح الخير بعد التحية. ما تعقيبك حول هذه الحملة وظهور داعش من جديد على الساحة العراقية ومواجهة القوات الأمنية له بعيدا عن القوات الأمريكية؟ بالفعل الجيش العراقي أعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة تهدف للقضاء على بقايا العناصر الإرهابية وخاصة تنظيم داعش، خصوصا في محافظة الأنبار. ونحن نعلم أن محافظة الأنبار هي محافظة بها حدود مع سوريا والأردن. نعم. خلية الإعلام أكدت أنها تم التوقيف أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وفقا للعملية انطلاق تزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من عملية أبطال العراق، وهي العملية الجديدة بعد عملية إرادة النصر بمراحلها الثمانية التي تمت في 2019. بالفعل بدأت تنظيم داعش ينشط في هذه الأماكن من جديد في محاولة لتنفيذ عمليات نوعية وعمليات يعني تفجيرات، خاصة مع بالتزامن مع وجود المحتجين في ساحات الاعتصام، مما يؤدي إلى إحداث حالة من حالات الهلع داخل الشارع العراقي، وأيضا الوقيعة بين الكتل السياسية وخاصة ما بين الحكومة الموجودة حاليا وأيضا قيادات الجيش الموجودة حاليا وبين المتظاهرين، خاصة مع يعني أن مفوضية حقوق الإنسان يعني وثقت أكثر من 67 حالة اختطاف حتى الآن، بالإضافة أيضا إلى عمليات القتل الممنهج لبعض النشطاء والإعلاميين داخل الشارع العراقي. طيب، عدم وجود الدعم الأمريكي هل يؤثر على هذه العملية في رأيك؟ وعلى ماذا ستعتمد العراق إذن؟ وحضرتك تعلم جيدا يعني ما حدث في الآونة الأخيرة من يعني سحب البساط الأمريكي تدريجيا من هناك. يعني هناك طبعا ده الشيء الظاهر او المعلن، الا ان الشيء الغير المعلن هناك تنسيق امني ما بين الحكومه الموجوده حاليا وبين ايضا من يشكل الحكومه الجديد توفيق علاوي، وخاصه نحن في انتظار جلسه البرلمان يوم الاحد المقبل للتصويت على هذه الحكومه قبل انقضاء المهله بانقضاء هذا الشهر يعني تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن المحاصصات وبعيدا عن التجاذبات السياسية وتكون مستقلة. هناك تنسيق أمني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الدولي لمواجهة الإرهاب في العراق وبين السلطات في العراق، إلا أن ما زالت حالات الانسداد السياسي بين الشارع العراقي وبين السلطات العراقية، خاصة كما تحدثنا عن عمليات الاغتيالات السياسية المستمرة في العراق، أيضا عمليات الخطف حتى الآن شبح الاغتيالات والخطف يهدد العديد من الناشطين والإعلاميين منذ انطلاق المظاهرات، وأخرها محاولة اغتيال المحامي علي معارج الذي تمت في مدينة الناصرية مركز محافظة ديقار جنوب البلاد. هناك أيضا حالة من حالات عدم الرضا عن الأداء الأمني لحماية المتظاهرين في ساحات الاعتصام، على الرغم من تصريحات السيد مقتدى الصدر بحل القبعات الزرقاء نتيجة المصادمات التي تمت في ساحة الصدريين في النجف وراح ضحيتها أكثر من 8 يعني قتلى في هذه المصادمات، بالإضافة أيضا لمطالبة الصدر الحكومة والجيش والشرطة بحماية المتظاهرين وتحجيم والمندسين والقضاء على المندسين في ساحات الاعتصام حتى لا يكون هناك مزيدا من القتلى ودون محاسبة من يقوم بمثل هذه الأمور. طيب، يعني هم كل القادة هناك بيخرجوا ويعلنوا تأييدهم للمتظاهرين ويطالبوا بحماية المتظاهرين، حتى أنه القوات الأمنية بتقول أنه هناك طرف آخر بيعتدي على المتظاهرين والأطراف الأخرى بتقول أنه هناك طرف آخر بيعتدي على المتظاهرين، حتى أنه الصدر نفسه والمرجعية وكل يعني وعلاوي نفسه كلهم خرجوا
يؤيدوا مطالب المتظاهرين ويطلبوا حمايتهم، لكن ما زال أيضا العنف مستمر تجاه المتظاهرين والقصد في القتل، لأنه الإصابات كما تعلم حضرتك في الرأس وفي الصدر، يعني هناك قصد ونية في القتل. فيعني ماذا عن تطور الوضع الميداني بهذا الشكل؟ يعني ما السيناريوهات المتوقعة في الفترة المقبلة؟ السيناريوهات المتوقعة وفقا لرؤيتي ما زال الاستمرار في عمليات التظاهر، وكما تحدثنا من قبل أن توفيق علاوي أكد على ضرورة استمرار هذه المظاهرات لتحقيق مطالب المتظاهرين، بالإضافة أيضا إلى الجلسات التي تمت ما بين من يشكل الحكومة الجديد محمد توفيق علاوي وبين الناشطين الموجودين في ساحة الاعتصام، والوصول إلى بعض التفاهمات. يعني ورقة الضغط بالمتظاهرين هي ورقة استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات، منها أيضا على سبيل المثال البعيد عن البعد كل البعد عن المحصصات السياسية، وأيضا البعد عن من كان يمثل الحكومة السابقة، وبالتالي استمرار هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات تقوي موقف علاوي في مفاوضاته مع الكتل السياسية، هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أيضا أن المرجعية الدينية ومثلا في السيد علي السيستاني أكدت على ضرورة حماية المتظاهرين والقضاء على المندسين وتحقيق مطالبهم، وكانت هذه الدعوة والتوبيخ الضمني لمقتدى الصدر كانت سببا في يعني إعلان مقتدى الصدر عن حل القبعات الزرقاء استجابة للمرجعية الدينية، بالإضافة أيضا إلى حتى لا تنحرف مطالب المتظاهرين وأن يكون هناك صدام بين الصدر وبين المتظاهرين في الشارع العربي. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد حماده الكاتب المتخصص في الشؤون العربية بالأهرام.